أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سوف نتحدث عن الحملة التي أطلقها حزب التجمع اليمني للإصلاح، هي للذكرى 28 لتأسيس حزب الإصلاح، وتطلق هذه الحملة تحت هاشتاك إصلاحيون لأجل الوطن. إذن أطلقت مساء اليوم حملة إلكترونية لإحياء الذكرى 28 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح عام 1990 تحت هاشتاك إصلاحيون لأجل الوطن. وتأتي الاحتفائية وسط تحديات تواجه الحزب والوطن وفي أجواء معركة وطنية شاملة من أجل التحرير واستعادة الدولة. ودعت الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني في الإصلاح النشطاء ووسائل الإعلام المشاركة في الاحتفائية في منصات التواصل الاجتماعي وحضور الفعاليات التي يقيمها الحزب في المحافظات، مشيرا أنه سترافق الاحتفائية العديد من التصاميم والفلاشات المرئية والتغريدات، إضافة إلى فعاليات من عدد من المحافظات. ويصادف الخميس 13 من سبتمبر ذكرى تأسيس التجمع اليمني للإصلاح الذي أعلن تأسيسه العام 1990. إذا للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس الدائرة الإعلامية والثقافية في التجمع اليمني للإصلاح بتعز الأستاذ أحمد عثمان. أسعد الله مساءك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أخي، كيف حالك؟ الله يحفظك. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. نبدأ معك ونحن نحتفل بمرور هذه الذكرى لتأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح الذكرى 28، ما هو تقييمك بداية في الوضع الداخلي لحزب التجمع اليمني للإصلاح وكذلك سياسيا على مستوى السياسات الخارجية؟ طبعا مرحبا أخي أنت والمشاهدين. طبعا التجمع اليمني للإصلاح والذكرى 28 والاحتفاء بها هو احتفاء بمنتج وطني. اولا يجب ان نعرف ان الاصلاح كاي حزب والاحزاب بشكل عام هي منتجات وطنيه، والاحتفال بها احتفالات وطنيه لصالح كل شعب، لان الحزب اساسا والاحزاب هي وسائل تخدم الشعب ومن اجل ايصال تحقيق التبادل السلمي للسلطه وتحقيق العداله والمساواه. الحزبية بهذه الصورة هي أقصى ما توصل إليه النظام العالمي من أجل التخلص من الاستبداد والتفرد والخروج إلى حكم الشعب والتنمية يكون كل الشعب شركاء فيها. الحقيقة أن الإصلاح في هذه الفترة حقق الكثير، لأن الإصلاح حزب أثبت أنه حزب شعبي استطاع أن يوحد أن يحقق الوحدة الوطنية بدون أي عصبيات، فهو موجود في الجنوب والشمال وفي الشرق وفي الغرب في كل قرية وفي كل مدينة. هذا التوابط الشعبي أعطى الحزب قوة، لأن الحزبية بدون الشعب لا قيمة لها. إضافة إلى هذا الانتشار الشعبي هناك الخطاب والخطاب والبرنامج السياسي الذي يعتبر أن الحزبية والإصلاح حزب في خدمة الوطن، الانفتاح المنضبط أيضا بأخلاق الفضيلة، الانفتاح على بقية القوى السياسية لتحقيق شراكة وطنية. هناك محطات كثيرة استطاع الإصلاح أن يكون موجودا في كل المحطات التي شارك فيها الشعب في التحول الأساسي، ابتداء من الإيجاد الحزبية كمنجز من منجزات الجمهورية ومنجزات النضال اليمني. لأن الحزبية هذه لم تأتي من فراغ، إنما جاءت من نتيجة لنضال الثوار منذ 48 ضد الإمامة و52 و 26 سبتمبر وثورات، كل هذه جاءت من أجل عبارة عن منتجات وطنية. ولهذا الإصلاح حاول أن يكون رافعة وطنية من أجل الوصول إلى الدولة المدنية، واستطاع أن يتواجد بكل المحطات في النضال السلمي. الإصلاح هو مؤسس او اول من نادى بالنضال السلمي عندما راى الحكومه الجمهوريه العائليه تنحرف من جمهوريه الشعب الى جمهوريه الفرد وجمهوريه الفساد وجمهوريه العائله. نادى بالنضال السلمي، والنضال السلمي ثقافه جديده على العرب، واستطاع اليمنيين ان يستوعبوا معنى النضال السلمي، وانخرطت كل الاحزاب
ومن اجل النضال السلمي اسس التجمع اليمني لاصلاح احزاب اللقاء المشترك، وهذا منجز تاريخي اخر لانه يقترب بالمعنى الايجابي للحزبيه، لان الحزبيه كانت تفهم قبل ذلك بانها عصبيات وانها صراع بين الاحزاب، وهذا تحولت الحزبيه نتيجه العصبيه والصراع من اجل الصراع الى وسيله تحمي الحاكم من الشعب. هناك محطات اخرى ايضا استطاع هو اللقاء المشترك ان ينزل الشعب وان يكون الشعب هو الوسيله. الاصلاح يؤمن بان الشعب هو الوسيله وهو الغايه، ولهذا اتجه الى الشعب واصبح هو يعني الذي قائد ورائد هذا الشعب من ضمن القوى السياسيه، ونزل الى الشارع عندما حاول النظام السابق ان يختطف الجمهوريه ويختطف الديمقراطيه ويلعب بالتبادل السلمي والسلطه وبالانتخابات ويحولها الى مهزله. نزل الاصلاح المنظمات وصعد محرك الشارع وبدا حب الهبه الشعبيه، ثم تحولت هذه الحبه هبه شعبيه الى ثوره شعبيه، واستطاع الاصلاح ان يساهم بايجاد قوه المجتمع، لان المجتمع عندما يهد صغيره وكبيره من اجل الحق العام والمصلحه العامه، فهذا يعني ان الشعب بدا يملك قراره ويملك قوته، والاصلاح دور بارز لا ينكره احد، اضافه الى بعد ذلك دوره في الحوار الوطني ودوره في المقاومه. كل المحطات الاساسيه كان الاصلاح موجود. انا اعتبر ان المقيم المنصف سيقيم الاصلاح بانه حزب استطاع ان يمثل الشعب، وانه يمثل عن شريحه واسعه من هذا الشعب، وصولا الى التضحيات بدماء مئات الالفين ضمن القوى السياسيه والشعب اليمني في معركه استعاده الجمهوريه واستعاده الشرعيه. هذه كلها يعني اقول ان الاصلاح رغم التحامل والحرب الاعلاميه والسياسيه والمضايقه، الا ان الاصلاح بسبب ايمان عنيف بهذا الشعب والبرنامجي استطاع ان يتعامل مع كل موقف ايجابي او سلبي ايجابيه كبيره، وان ينحني هنا ويستقيم هناك، لكنه بقى متمسك بالمشروع الوطني، بالجمهوريه، بالدول المدنيه، بالشراكه الوطنيه، لان هذا هو عقيده الاصلاح الذي تربى عليها، ويؤمن بان الرساله الشماليه جاءت من اجل اصلاح الانسان، من اجل الحريه، ومن اجل تخليص الناس من عباده العبيد. يعني هناك مشروع وطني كبير يسعى اليه الشعب، وعبر الاجيال الاصلاح هو عائد. هذه المقدمة التي تتحدث عنها والخلفية التاريخية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، أستاذ أحمد، أين يجد حزب التجمع اليمني للإصلاح اليوم في ما تمر به البلاد من انقلاب على الحكومة الشرعية؟ هذه محطة من أهم المحطات التي وقفت فيها الإصلاح. الإصلاح لو أراد أو بشرح حزبية أو شخصية كان له يعني موقف على الاقل موقف فيه سلامه، لكنه رأى ان كل منجزات اليمنيين ودوراتهم ومنجزاتهم الجمهوريه، وان الانسان سيتحول الى اداه والى ادوات، يد فكر عنصري يعتبر الشعب اداه من ادواته واساس من اساسه اداه البيت. تقدم الاصلاح ليكون في مقدمه هذا الموقف. طبعا موقفه بالكلام من اول يوم اعلن الاصلاح، مع انه يعلم ان الاثمان ستكون جسيمه، اعلن انه ضد هذا الانقلاب وانه جزء اساسي من الشرعيه ومعسكر الشرعيه، وهو موجود في كل المحطات ابتداء بالرفض التام، انتهاء الى المشاركه افراده وتحشيد الشعب وتحشيد الشارع في المقاومه والانخراط في الجيش الوطني. هو جزء اساسي وقائد اساسي في ضد الانقلاب وفي معسكر الشرعيه، وقد دفع عثمان باهره فقيادته يعني في السجون، والاف مستوطنين وعلى راسهم القائد الفرد محمد قحطان وغيره من القاده السياسيين، وكثير من افراده وافراد الشعب الشهداء الذين هم كل يستشهدوا. اذا الاصلاح في هذه المرحله المهمه والاساسيه التي تعتبر مرحله اثبات وجود الاصلاح في المقدمه. نعم، في الذكرى 28 لتأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح، ما هي أبرز
التحديات التي واجهها الحزب واستطاع التغلب عليها حتى وصل إلى هذه المرحلة من القاعدة الشعبية والحزب الفعال في بناء الدولة والحفاظ على مؤسساتها حتى اللحظة؟ التحديات واجهها حزب الإصلاح تبعوها أي حزب شعبي من أول يوم. طبعا هناك تحديات بسبب الثقافة ضد الحزبية ضد الأحزاب، هناك ثقافة الإنهاء العصبية، لأن العصبية تعتبر من أهم مطالب الحزبية، ولهذا واجه الإصلاح بالأول يوم العصبيات التي تنتقل، لأنه لم يكن يعني أراد أن يمشي الحزب كحزب شعبي يؤمن بالجميع بالمنافس وغير المنافس، بالمتفق وغير المتفق. نعم. وهذه الثقافة تحتاج إلى ترسيخ، لأننا لا نريد أن نحول الأحزاب إلى عبارة عن قبائل وعن عصبيات، وإنما عبارة عن وسائل للوصول إلى هدف واحد. طبعا هناك تحديات سياسية، هناك تحديات يعني قابلة الحزب، تحديات أمنية ومفاوضات خاصة في الانقلاب. الحزب تجاوز كل هذه التحديات، ليبقى في قلب المجتمع وفي قلب المشهد وفي قلب المعركة، لأن الإصلاح أصبح جزء من هذا الشعب، ولا يمكن أن لأحد أن يتجاوز هذا الشعب أبدا. والشعب والإصلاح له من أنه ليس أفراد أو مجموعة منفصلة على الشعب، وإنما جزء من المشروع الوطني، ولهذا انغماس المشروع الوطني يخلي الإصلاح كيان مستعصي بقدر ما الشعب اليمني مستعصي على المؤامرات، يكون الإصلاح مستعصي على المؤامرات بسبب أنه جزء منغمس في الشعب ويؤمن بالمشروع الوطني ويدعو الناس إلى المشروع الوطني. هناك الدعايات والحملة الإعلامية التي تجاوزت الحد ضد الإصلاح، وهي حملة وصلت إلى الإتفاق وتجاوزت الحد، وكل شيء يتجاوز الحد ينسلت إلى ضده، حتى أصبح الحملة ضد الإصلاح سواء كان من الداخل أو الخارج حملة تنبذ أنها حملة هستيرية ولا وتعامل الإصلاح لأنه ترغب من الإصلاح لأنه متماسك تنظيميا ويعني متبني للمشروع الوطني، وهذا يغضب كثير من الانتهازيين والمتفقة الذين يعتبروا السياسة عبارة عن وسيلة للكسب الخاص. طيب أستاذ أحمد، كيف تنظر إلى علاقة الحزب مع بقية الأحزاب والمكونات السياسية المنخرطة في المجتمع؟ علاقة الإصلاح بكل الأحزاب والمكونات الاجتماعية علاقة تكامل وعلاقة قوة وعلاقة تنسيق، لأن الإصلاح يؤمن أنه لا يمكن أي فرق أو حزب أن يمثل الشعب، وإنما الجميع وسائل تعبر على هذا الشعب، ولهذا علاقة الإصلاح مع جميع الأحزاب سواء كان في تجربة اللقاء المشترك، وما زال علاقته بالأحزاب علاقة تنسيق. الأحزاب المنطوية في الشرعية سواء كان المؤتمر الشعبي أو الحزب الاشتراكي أو الناصري، كلها علاقة تنسيق وعلاقة احترام. هناك بعض المستويات التي تحملها بعض إذا أردنا أن نحدد بعض الإعلاميين الغير ملتزمين، هذه لا تعبر عن حزبية، ولكن الذي يعبر عن حزبية هو القرارات والتنسيقات الموجودة، وسيبقى الشعب هو سبق الإصلاح مفتوحا وقلبه مفتوحا ويده موجودة لكل الأحزاب ولكل القوى ولكل الشخصيات، لأنه يؤمن أن هذا المستقبل وأن هذا الحاضر البائس لا يغيره إلا كل الشعب وكل القوى، لأن المستقبل المنشود والطموح لا يمكن أن يبنيه إلا كل الأحزاب وكل القوى وكل الشخصيات. هذا إيمان عنك يؤمن به الإصلاح، ويدعو كل أفراد الإصلاح أن يندمجوا في الشعب وأن يتعاملوا مع بقية القوى، تعامل قوة، تعامل تكامل، تعامل تنسيق، لأن هذه هي الحقيقة التي يتألم الحدث عنها، وأننا نمضي إلى أن نغير واقع بائس وأن نبني مستقبل ودولة مدنية. هذه الطموحات لا يمكن أن يحملها الإصلاح أو الاشتراكي أو المؤتمر، وإنما يحملها كل الشعب، ويجب
ان نغرس يعني قيم التضامن والشراكه والقبول بالاخر. فنحن في الاحزاب هذه ليست قبائل وليست غايات، والاحزاب اللي يؤمن في هذه الاصلاح السلبيه ليست وطن وليست دين، وانما وسائل لخدمه الوطن، وسائل لخدمه الدين، وسائل لخدمه الشعب. لهذا يجب ان تكون علاقتنا بكل القوى السياسيه علاقه قويه، وندعو كافه القوى السياسيه والشخصيات ان ينفتحوا على بعض. نعم أستاذ أحمد، لو تحدثنا عن دعم حزب التجمع اليمني للإصلاح أو وقوفه إلى جانب الشرعية وهذا الإسناد إلى أي حد حافظ على وجود الشرعية اليوم ومؤسسات الدولة والدولة المدنية الحديثة؟ والله هذا الجواب يمكن أن يصلح لباحثين من غير الإصلاح، لكن دور الإصلاح أساسي. لا ندعي أننا عملنا كل شيء وأننا كل شيء، إنما نحن جزء أساسي من الشرعية. نعم. وجزء يمكن تجاوزه من هذه الشرعية، لنا دور كبير في الشرعية، الجميع يعلم ذلك. نحن وجميع القوى السياسية وجميع التحديات، جزء بقيادة الأخ المشير عبد الرب منصور رائد الحوار الوطني والدولة الاتحادية، نحن جزء يتجزأ من هذا الفعل الوطني التاريخي. طيب أستاذ أحمد، يعني البعض يعني وخصوصا نمر بالذكرى اليوم، ذكرى تأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح، ينظر إليه ربما بحملات تشويهية تسعى للنيل من هذا الحزب بجعله كأنه هو الحزب الحاكم في الدولة ويقوم بحملات تشويهية ضد هذا الحزب. ما الذي يمكن أن يقال بهذا الحزب السياسي المنخرط في وسط المجتمع اليمني بأن كل هذه الحملات لا تجعله كحزبا حاكما وتقاد إليه كل هذه الحملات التشويهية؟ أولا، هذه الحملات في الغالب هي حملات تمثل أجندة ضد المشروع اليمني الاتحادي وضد المشروع الدولي الاتحادية وضد مشاريع تعمل ضد مشروع الجمهورية القوية. هذا بلا شك، ولهذا هي تختار الحزب القوي ليس في الحكم، انما الحزب القوي في الشارع والحزب القوي في البيت. نعم. والتضحيات هذه حقيقه، لكن كحاكم هو جزء من الشرعيه، وبامكان اي شخص ينظر الى خارطه الحكم والوزراء والحكم سيجد ان ان ان, أن الاصلاح يعني يضحي اكثر مما ياخذ، وانه لا يهتم كثيرا بقضيه الحكم، وانه فعلا لو كان حاكما لما تحدث الكثير ضده بهذه الصورة. أنا أقول أن هذه الحملات تدار من أجندة ضد اليمن وضد الانتصار الشرعية والدول اليمنية، وهناك حملات أخرى للأسف من أصدقاء ونيران صديقة، هذه حملات تعبر عن قصور وطني وعن مشاريع خاصة وعن ارتباك في السياسة والأداء. ندعو هؤلاء أن يراجعوا حساباتهم، لأن الإصلاح هو جزء من الوطن والاحزاب هي الوطن، ويجب ان يهتموا بالمعارك المصيريه والمشاريع الاساسيه ومحاربه الانقلاب ومحاربه الفساد واقامه الدوله بدل من اقامه معارك. نعم. واصبح يعني البعض من كثر هذه الحملات استاذ احمد بدا يتحدث وكان الحكومه هي حزب التجمع اليمني للاصلاح، ويتحدث عن وزراء ومسؤولين وغيرهم وكان هو من يقود السفينه. ما الذي يمكن ان يرد بمثل هذه الاقوال لاولئك الذين يسعون الى النيل من هذا الحزب؟ اخي، اقول لك ان الحملات الاعلاميه للاصلاح هي جاوزت الحد، وكما قلت سابقا كلما جاوز اي شيء جاوز الحد ينفرد الى ضده. انا هذه الحملات اصبحت تنعكس الى من يطلقها. انا اكد لك ان هذه الحملات اصبحت حملات، وسيؤمن هؤلاء الذين يطلقون هذه الحملات الظالمه انها سترد عليهم، لانها حملات فيها اشراف وفيها كذب واضح. ويجب ان يعرف هؤلاء الناس ان لن تضر الاصلاح طالما الاصلاح متمسك بالشعب ومتمسك بالمشروع، وهو الذي يضحي بالميدان. اما في الحكم هو يعني مثله مثل بقيه مفردات واحزاب وقوى المشروع الوطني، بل هو ممكن اقل حد من الكثير. هذه الحملات التي تقول بمحاكم الشعب اليمني شعب ذكي يسعى معه طائره، وهو
يشاهد الميدان ويشاهد التضحيات. هذه الحملات الان صح خاصه اللي تنطلق من الاصدقاء في مشروع الشرعيه ان يعرفوا ان هذه الحملات لا تضر الى المشروع الوطني العام ومشروع استبداد الدوله والدوله الشرعيه، وعليهم ان يكفوا على هذه الحملات لانها ترتد عليهم، والمواطن اليمني الذي يحاول تضليله يفهم هذا. وكلما زادت الحملات على الاصلاح كلما اتفق المواطن وعرف ان مدى الكذب ومدى الانصاف ومدى يعني حشاشه العقول التي تقف وراء هذه الحملات التي نعم وتخدم اعداء اليمن بالاساس. الكثير من هؤلاء نسوا ان هناك جماعه عنصريه تحارب اليمن وقلبت على الجمهوريه، ولم يعد لهم مشروع الا شق الاصلاح. هؤلاء نحن نشفق عليهم لان لم يعد لهم مشروع الا مشروع شق الاصلاح، وهذا مرض نفسي بحاجه الى علاج. نعم استاذ احمد، اختم معك عن الرؤيه الوطنيه في المرحله الحاليه لحزب التجمع اليمني للاصلاح، وكذلك عن الرؤيه المستقبليه. الرؤيه الوطنيه واضحه، هناك رؤيه للشرعيه ترتكز في هذه المعركه على مخرجات الحوار الوطني وعلى مستوى الدولي قرار الاممي من 2016، وعلى ان يتخلص من الانقلاب، ثم بعد ذلك يبني دولة مدنية على أساس قواعد وطنية وبناء جيش وطني مع الوطنية، ودولة فعلا على أساس الجمل الاتحادي وعلى أساس ديمقراطية شفافة تتلافى كل السلبيات والخروقات التي استخدمت باسم الديمقراطية. نحن لدينا عن الإصلاح رؤية وطنية مع بقية القوى الوطنية التي تنشد اولا التخلص من الانقلاب نهائيا والتخلص من التمثال العسكريه التي صعب، ثم الانطلاق الى اليمن الاتحادي موضوع مخرجات الحوار، ولكي يكون لدينا دوله مدنيه ديمقراطيه تهتم بالتنميه المستدامه وتهتم بالمواطن وتهتم بالانسان وتهتم بالمستقبل وتهتم بالاستفاده بالثروه وتطور المواطنه المساويه. نعم. ولكي يستفيد هذا المواطن من وطنه اليمن الثري الإنسان والسريع معه. والموقف الثابت الذي لا يتغير بالتغيرات التي تحيط به أستاذ عثمان. نعم. وماذا عن الموقف الثابت الذي لا يغير حزب التجمع اليمني للإصلاح رغم التغيرات التي تحيط به وكذلك الضغوطات؟ أنا تحدثت في هذه المقابلة عن أن حزب الاصلاح حزب واضح المعالم، واضح البرنامج، واضح الاهداف، واضح المقاصد، ونعلم ان المشروع الوطني بناء دوله مدنيه ومواطنه متساويه هذا مشروع له اعداء وله تبعات، ولهذا يتحمل كل المشقات وكل المؤامرات، ومن اجل متمسكا بهذا المشروع الوطني ومتمسكا بقوه يعني بعد الله سبحانه وتعالى بقوه الشعب، وبهذا سيتجاوز الاصلاح كل العقبات. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ احمد عثمان رئيس الدائره الاعلاميه والثقافيه في التجمع اليمني للاصلاح بمحافظه تعز، شكرا جزيلا لك.